تم الإعلان عن القائمة النهائية، 27 اسم، 23 أساسي، 4 احتياطي، أيا كان. هنعرف بقى التفاصيل دي أكتر في خلال الفترة اللي جاية، ولكن متابعتك لل 27 اسم ممكن يكون لما كانوا 55 مكالمه مستر وي فيتوريا اللي تم يعني الاعلان عن تفاصيلها لعبد الله السعيد ان هو حابب ان هو يكون بيرجع عن قراره في الاعتزال الدولي، برغم من ده يعني ما فيش عبد الله السعيد. فيعني في تفاصيل كده شفناها في القائمه النهائيه، واللي يعني قول لنا متابعتك ليها. والله انا يعني انا شايف الراجل واختياراته منطقيه جدا بالنسبه لوجهه نظره اللي احنا شفناه منه الفتره اللي فاتت، يعني ما فيش حاجه غريبه. الغريب ممكن نتكلم في 2 أو 3 لعيبة يعني مش موجودين. أنا من وجهة نظري الحاجة الغريبة جدا الفترة دي بالأخص عدم وجود ياسر إبراهيم للأمانة، يعني حاجة غريبة جدا مع وجود اختيار عناصر تانية من فريق بيراميدز. ممكن انت بالظبط، انا مش عايز اقول اسامي طبعا حد. بس يعني تحديدا دي حاجه غريبه جدا بالنسبه لي. احنا نتكلم، احنا معروف طبعا مريان ان بيبقى في حاجه اسمها وجهه نظر فنيه، او كل مدرب بيبقى عنده ثقه في لعيبه معينه بالظبط، ودليل ان مثلا الراجل واخد مثلا فتوح وما بيلعبش في الزمالك، واخد صبحي معاه وهو ما بيلعبش في الزمالك، فواضح جدا ان هو عنده ثقه في اسامي معينه، ناس معينه هو اقنعوه خلال فترات المعسكرات اللي كانوا متواجدين فيها بالظبط. في لعيبه بتتالق مع انديتها، مثلا هنتكلم مع نادي الاهلي مع نادي الزمالك، في لعيبه بتتالق بس هو في الاول وفي الاخر هو في دماغه في احتياجات معينه لكل مركز وصفات معينه لكل لعيب في المركز ده، دي حقيقة. فممكن يبقى في لعيب مثلا زي حسين شحات مثلا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي لعيب كبير طبعا وامكانياته هايله وبيصنع فارق مع النادي الاهلي، ازاي مثلا ما بيبقاش موجود؟ هو اكيد الراجل عنده اكيد يعني لو سالناه هيبقى عنده رد ممكن ما يقنعش ناس كتير، بس اكيد هو في وجهه نظره شايف ان هو يعني عنده مثلا واحد او اثنين في المركز. من الاخر يعني لا اكيد ده في الاخر هو عايز مصلحته ان هو يحقق نتيجه ايجابيه، فعمره ما يسيب لاعب من وجهه نظره هيفيده على حساب اخر. بس هي كانت غريبه بالنسبه لي فعلا، يعني ياسر ابراهيم، حسين شحات بالاخص. اوكي.